سماء المدينة مملة بصراحة. لو نظرت فوق إلى الفجوات بين المباني قد تكون قادرا على رؤية كوكبة الدب الأكبر أو ربما نطاق الجبار. مهلا، انظر هناك مجددا وارفع إبهامك. برأيك كم عدد النجوم الموجودة وراءه؟ 10، 20؟ إن نظرت إلى تلك الرقعة من السماء بحجم إبهامك بمقراب هابل الفضائي سترى لطخات. تلك ليست نجوما، إنها مجرات مثل درب التبانة، مجرتنا. مدن من مليارات النجوم وأكثر من 1000 منها تختبئ وراء إبهامك. الكون أكبر مما يمكنك رؤيته من المدينة، وأكبر من السماء المليئة بالنجوم في الريف. هذا هو الكون كما يراه علماء الفيزياء الفلكية، مع نجوم أكثر من كل حبات الرمل على الأرض. عند التحديق إلى النجوم أنت تشارك في أقدم العلوم. دراسة السماء أقدم من الإبحار والزراعة وربما حتى اللغات. لكن عكس بقية العلوم فإن علم الفلك يستند إلى الرصد فقط. لا نستطيع التحكم في معايير التجارب من المختبر. يمكن للتكنولوجيا أن ترسل رجلاً إلى القمر والسفر إلى المجموعة الشمسية، لكن هذه المسافة الصغيرة مقارنة بالمسافات بين النجوم. كيف استطعنا معرفة الكثير عن المجرات الأخرى، عن مكوناتها وعددها ووجودها؟ لنبدأ بأول شيء نراه في سماء الليل، النجوم. ما نحاول معرفته عنها هي خصائصها، مما تتكون، كم درجة حرارتها، ما أحجامها، ما هي أعمارها، كم تبعد عن الأرض. نستطيع معرفة كل ذلك من الضوء المتلألئ في السماء. يمكننا ترجمة الرسائل النجمية عبر تحويل ضوئها إلى قوس قزح. عندما تنظر إلى قوس قزح أنت تنظر إلى ضوء الشمس منكسراً عبر قطرات الماء إلى مختلف الموجات الضوئية التي تشكله. ونحن ندرس الضوء من النجوم الأخرى، نصنع أقواس قزح بأنفسنا، لكن من دون قطرات ماء، بل عبر وسائل خاصة تشتت الضوء. عندما ننظر إلى الضوء المشتت نرى شيئاً غير مألوف، خطوطاً سوداء في قوس القزح، وهذه الخطوط هي بصمة إصبع الذرات. كل نوع من الذرات في الجو الشمسي يمتص الضوء في طول موجة معينة، وكمية الامتصاص تعتمد على عدد الذرات الموجودة. من خلال ملاحظة كمية الضوء الناقص في هذه الموجات الضوئية يمكننا معرفة العناصر في غلاف الشمس الجوي وتركيزها. ويمكن تطبيق نفس الفكرة لدراسة نجوم أخرى. صنع قوس قزح طيفي ورؤية ما ينقص ومعرفة أي عناصر موجودة. الآن أنت تعرف مما تتكون النجوم. لكننا لا نكتفي فقط بالموجات الضوئية التي تراها أعيننا، بل أيضاً موجات الراديو تمكنك من سماع الأغاني، ولكن أيضاً يمكنها السفر عبر الفضاء بدون عوائق. تستطيع موجات الراديو إخبارنا عن التاريخ الأول للكون لبضعة آلاف من السنين بعد الانفجار العظيم. يمكننا دراسة الأشعة التي ترسلها الأشياء الأبرد مثل الغاز وسحب الغبار في الفضاء، والأشعة من النجوم الساخنة المولودة من تلك السحب. دراسة مختلف الأطياف الضوئية تعطينا صورة كاملة أكثر عن الأشياء ورؤى مختلفة عن الكون. علماء الفيزياء الفلكية يستخدمون مختلف أنواع التلسكوبات من تحت الحمراء إلى فوق البنفسجية إلى أشعة إكس، من أطباق راديو عملاقة إلى مرايا فضية إلى أقمار اصطناعية تلتقط الضوء الذي يتم حجبه في الغلاف الجوي. علماء الفيزياء الفلكية غير قادرين على رؤية مليارات النجوم في مليارات المجرات بالكون فقط، بل يسمعونها ويحسونها عبر مختلف الوسائل. الأمر مرتبط بالضوء سواء كنا قادرين على رؤيته أم لا. أتريد معرفة أسرار الكون؟ اتبع الضوء. واصل التعلم بمشاهدة مقاطع الفيديو هذه، ولا تنسى الاشتراك في القناة، لا تفوت الفرصة لتعلم أشياء جديدة.